نعم، المنتخب الفرنسي كما ذكرت في سي محمد انه يحتل المرتبه. نعم جدا موجع. شوفونا المنتخب الفرنسي، تحدثنا عليه جوفان ديرو، يعني ايوب سعداوي، عبد الصمد محمد، وسينيغيرو، وسهيل محي الدين. تفضل عمر. منتخبات كترتاح يوم واحد، وهذا الشيء اللي حاصل الان. بحال مثلا الفريق الوطني لعب مقابله كرواتيا الاحد وارتاح يوم الاثنين، واليوم لعب، في حين ان المنتخب الفرنسي ارتاح يومين. واكيد هذه النقطه هذه خاصه مع الصيام ومع الوجبه ديال الفطور اللي كتكون رياضيه دابا، اكيد اثرت نوعا ما. ما كاينش توقيت على مستوى الدوري، ما كاينش توقيت ديال التغيير، وكذلك ما كاينش توقيت بدل الضائع او السمراء. كترجع مباشره الكره لصالح المنتخب الوطني المغربي، الانطلاقه كترجع الفرنسيه، حذاري حذاري من هذه الكره تصويبه، هدف اول، هدف اول جاء من خلال المغربي. تمكن من بعد عده محاولات هدار ميراز صوب واللي كمل الكره باش نعطي المعلومه، فهو روني زكي راميراز هو اللي صوب. كانت محمد شريدو ما تمكنش من ضبط الكره، الثالث اللي هو سي خالد هنيش، خالد هنيش من حكام العيار. فرصه هدف، هدف، ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه. كاين لاعبين من اصول مغربيه واصول جزائريه، والاغلبيه مغاربه. وشوف هنا ضربه جزاء واضحه، اعاده مخرج، لاحظ هنا من زاويه اخرى، من زاويه اخرى كذلك. هذه المراوغه، مراوغه حتى اللاعب ما احتش لان عرف شنو دار المنتخب الوطني المغربي. هذه ضربه جزاء، ضربه جزاء تصوب، والهدف، الهدف الاول للمنتخب الوطني المغربي. تمديد دائما هادئ، كتلقى داكشي اللي فراسو كيعرفو غير هو، كما قلت لك دائما هو الاسلوب ديالو اللي صرح ليا به عده. الرابعه في المقابله الثانيه، وكان مقرر ان المنتخب شوفوا الطريقه هذه والخروج ديال الحارس امام محمد عبد الصمد. لا تدخل جميل، لان التدخلات مع الفريق نكون خسر كبير. نعم، كره مره اخرى، فرصه مباشره صوبها على الحارس. المحاولات التي تستمر والتي تاتي بشكل كبير، كنلاحظوا بانه دائما العمليه التهجيريه والضربه خطا مباشره لصالح. شوفوا واش هذا الشعراوي غيدخل، لأن المختص بهذا من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. تحضير شعراوي، 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 يصوب الهدف، هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي. يعني ملي كنوصلوا لهذا الخطا السادس اللي كيكون ضربه مباشره، كيكون صاحب الاختصاص هو اللاعب الشعراوي. يستمر اللقاء وتستمر التنافسيه ويستمر الاداء الجميل وتستمر الجهه اليمنى. إمكانية ديال المرور، إمكانية ديال المرور ولكن ضايعة. البحث عن الحلول هل بإمكانها تأتي. منتخب فرنسي يجد السبيل. محي الدين، الوقت اللي كان المنتخب الوطني المغربي السباق لتسجيل الهدف الأول وأيضا الثاني. الآن كنشوفوا المنتخب الفرنسي سجل هدف تعادل، بعد ذلك رجع يسجل هدف تعادل الثاني. كرة من محي الدين، صاحب الاختصاص الشعراوي. الشعراوي، نعم. إذا فرصة تسجيل هدف من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي عن طريق اللاعب الشعراوي، اللي من المرتقب أنه هو اللي يكون صاحب هذه. محاولة من 10 أمتار مباشرة، الشعراوي يتقدم ويضع في المرمى الهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي، صاحب الاختصاص. الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني المغربي، مرمى الحارس ماركيت. هنا هو الحارس اللي تم إدخاله في اللقطة الماضية، لويس ماركيت. ولاحظتي سي محمد ذلك، ما لاحظ الجمهور أن الحارس تقدم تقريبا قرب عند العناصر الوطنية. الآن بناء العملية الهجومية، أوه محاولة ممتازة مغربية، فرصة، 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 هدف رابع، هدف رابع، هدف رابع، هدف رابع، هدف رابع، هدف رابع. أين المرمى؟ أين السبيل؟ أين الطريق؟ أين المحاولة لوضع الكرة لكي بإمكانها أن تكون في الشباك؟ خطأ تقني. شوف انه يحرك، شوف اللاعب الفرنسي مشى للمرمى، مشى للمرمى وغادي يجر المرمى ديالو. لاحظ تصويبه يعني بهذا الشكل هذا. هنا مرة أخرى لاحظنا يلعب رقم سبعة، رقم سبعة مشى مباشرة. لا مشى مباشرة، يعني هذا كان خطأ تقني. الأنظار تتجه أيضا للدقيقة والإنزال. لاحظوا هنا الخروج ديال الحارس، حسن حظه أنه لمس الكرة. قدرة قوية ديال اللاعبين اللي عندهم السرعة والخفة وأيضا التصويبات. أوه هذه مرت بالمحادات، اختارها أمامية، أمامية،
أمامي هذه صعبة 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 للمنتخب الفرنسي. سعيد بالحال في المكان المناسب يكمل. هو شتي الحركة اللي دار يعني أنه ما احتفلش مغربي يعني كيزيد ما احتفلش بالهدف. نعم ولاحظ معايا التمريرة من الجهة اليمنى وضع الكرة من جانب غيريو واليسي ينطلق واليسي والحارس في المكان المناسب. هذه كرة والأخطاء أخطاء افتكاكة شريدو. لاحظ الطريقة تمريرة زادت كرة أمام الحارس قام تمريرة مشات عند البقالي. البقالي حاولي راه وضعت له الكرة بقالي وبعد ذلك يتمكن من وضعها بين المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي الآن متأخر بهدف واحد فقط. محاولة من الجهة اليمنى العيان وعشر أمتار كانت محاولة. شوفوا الانطلاقة واحتجاج بادي الكرة يهيئ نفسه الشعراوي يتقدم فرصة ويضيع. لاحظ معايا صوب مرت بالمحادات. هذا حارس محظوظ. نعم كرة مرة أخرى تعود لصالح المنتخب الفرنسي وممكن يرجعوا لعشر أمتار. ينهي الكرة كان ممكن أنه ينهي الكرة قليل من الحظ. فرصة ومباشرة صوب الحارس. نهاية الجولة الأولى مشاهدينا الكرام بالنتيجة معروفة 4 أهداف مقابل 3 في لقاء بلال بقالي وسفيان المسرار وأنس العيان. نعم انطلقت يعني الجولة الثانية الآن. كيف قلت كاين تغييرات على مستوى التموضوع وخاصة على مستوى اللاعبين اللي تم الاعتماد عليهم في الوقت اللي كنشوفوا هذه المحاولة. الشوط مرة أخرى رجعت مرة ثانية من بلال بقالي. هذه محاولة من جديد ومباشرة يظهر على أن هنالك مخالفة. يعني العناصر الوطنية الآن طموحات كبيرة من أجل الانطلاقة وما نساوش أمر آخر وحضور على المستوى العالمي كرة القدم مصغرة ربع ديال نهائي كأس العالم. وفي نفس الوقت حنا كنتحدثوا على الأداء اللي كيجي من المنتخب الوطني المغربي. مسرار يضع الكرة في المرمى. مسرار يتمكن على الأقل يسجل في الخمس دقائق الأولى والآن تمكن مسرار من تسجيل هدف ديال التعادل وكان ممكن يسجل قبل ما انتهي الجولة. صحيح وهذا المجموعة الرئيسية اللي كيدخل بها دائما هشام الدقيق الآن هو أول إدارة التقنية ديالو ممتلى سي عزيز وهبي. أو القائمة العريضة العريضة كانت نوبة الحارس ممتلى سي عزيز وهبي نسوي المغربي رفقة السيد عزيز بيدو. لاحظ معايا الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية كان بإمكان أن تكون في المرمى. عملية ديال التغطية كانت من جانب اللاعب رقم 17 اللي هو ستيف بندالي والاستمرار ديال المحاولة كان من جانب المنتخب الوطني المغربي أنه يحافظ على الكرة ديالو. تمريرة راميرز أسرع هذا محمد عبد الصمد ضاعت له كرة هجمة مرتدة مضادة العيان. العيان فرصة 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 عبد الأكرم هنتاتي. نعم ونشوف هنا هذا هو التحكيم الذي يشرف على تفاصيل هذه المنافسات. والرئيس الفني يوسف عنوان يوسف ينطلق جوا تمريرة محاولة ديال الهدف. كابل مقارنة من الجولة الأولى في الوقت اللي كنشوفوا هنا الإعادة ديال أمزال كيفاش خسر الكرة قام تمريرة دخل بالكرة ديالو اللاعب يوسف جواد وهنا عملية ديال السقوط. كما لاحظ المشاهدين والله تسمع محمد أن المنتخب الوطني المغربي خلي يوسف جواد يلعب الكرة ديالو محاولة الخطأ الرابع. يلا تكلمنا على التدخلات هذه. لا هذا تدخلات قوية هذا أحسن وبطاقة حمراء. نعم ومستحقة يعني كيف لي تفاصيل هذه المنافسات باش نعاودوا نشرحوا أكثر. بطاقة حمراء يعني نقص عددي عند المنتخب الفرنسي ولكن هذا النقص عددي المدة داخل الملعب. شوفوا هنا كرة مرة أخرى فرصة محاولة من الجهة اليمنى إمكانية ديال المرور ماذا هناك يظهر على أن هنالك مخالفة. نعم الحكم يقول هنالك مخالفة يطالبون بضربة جزاء. شوفوا هنا الطريقة كان خارج نعم كان عرقلة ولكن خارج الأمانة خارج منطقة الجزاء. إذا نشوفوا شناهي التعليمات اللي عطى المدرب الفرنسي كيفية تنفيذ ضربة الخطأ. قوية بهذا الشكل هذا. شوفوا لما المرمى تحركت. نعم شوفوا هنا الإعادة صويبة
ثم بعد ذلك إدخال كرة في المرمى. ضربة خطأ غير مباشرة. نعم. لفائدة فريق الوطني المغربي. لأن هذه العملية اللي داروا الفرنسيين في الجولة الأولى أنهم حركوا. إمكانية ديال الصويب صوب المرمى. مرمى اللي ما فيهاش حارس مرمى. عبد الصمد اللي كيقوم بدور ديال المرمى ديال الحارس مرمى تمكن من انقاذ الموقف. واللاعب الطائر هو اللي سدد هذه الكره. نعم يعني محمد عبد الصمد الهداف كبير وطويل القامه. راميريز اصول اسبانيا صويبه يضيع الفرصه ضائعه يضيع المنتخب حساس. لاحظ معايا راميريز قامت صويبه تصدي ديال الحارس اسود خبازات شيريدو ومحمد. مرة أخرى حاول من جديد من جانب عناصر المنتخب الفرنسي تغطية وهنا المحاولة ونهاية المقابلة بالتعادل بين المنتخبين. أربعة أهداف لكل منتخب أداء كان قوي جدا بين